نواب فرنسا الأبية على خطى النائب سيباستيان دو لوغو الذي تم تداول اسمه بكثرة خلال الأسبوع الماضي، تارة لرفعه علم فلسطين داخل البرلمان ومرة أخرى وهو يرقص على أغاني فلسطينية. مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه نواب حزب فرنسا الأبية وهم يشكلون علم فلسطين بملابسهم لإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من ناحية، وتضامنهم مع النائب سيباستيان الذي تعرض لإيقاف عضويته مؤقتا. خلال الجلسة رفعت النائبة راشيل كيكي علم فلسطين ولوحت به، فتفاعل معها نواب الحزب بالتصفيق الحار والوقوف وهم مرتدون ملابس بألوان العلم الفلسطيني. لنشاهد. Thank you.